مصعب يعني مش فترة الخطبة ولا الزواج، يعني من هو طالب في التوجيه أول اعتقال كان له، كان يوم امتحان الإنجليزي عنده، يعني كأنه حطوا في راسه الكابتن ومستقصده من هذاك اليوم، يعني أخذوا بس ليلة واحدة خلاه عنده، راح عليه امتحان الإنجليزي وحملوا المادة وراح عليه التوجيه. يعني للأسف إحنا يعني لما نعيش، يعني خلينا نقول بدك تحكي مع واحد من أبناء شعبنا أو من الناس العاديين، يعني كداش محكوم 6 شهور، أعطوه كمان 6 شهور قعد سنتين، صرنا نشوف الأمر عادي لأنه إحنا الشعب الفلسطيني عايش هذا العمر. بس لما اطلع من هذه خلينا نقول الدائرة وطرحها على المجتمعات اللي برا، أو أنت يعني فكر فيها بطريقة ثانية، ليش يوم واحد أصلا يقعد في السجن؟ انت عمليا هذا بتصرف من حياته شاي. بس احنا بنتقبل الامر سنه وسنتين وعشره وثلاث واربعه، لانه مقارنه مع الموجودين عندنا هان، يعني مثلا انا ابني بس احكي عنه لما بدي اطلع على ابو النور على جنبي قلعه الصبر يعني، فبتلاقيني عادي جدا متقبل، شو 6 شهور عادي بيمشي الامر، 6 شهور بعدها بيمشي الامر، وست شهور والله الى اخره بيمشي الامر. بس عمليا أمر مدمر جدا، وليش يوم وليش يومين وليش 6؟